الشيخ فهد الاثنين على هذه الدعوة الكريمة السخية لحضور هذا المهرجان العظيم في هذه الأجواء الرائعة، وجميع فريق العمل الرائع في نادي الأدب وحفاوتهم واستقبالهم وأخي المهندس الأسنادة وجميع أعضاء الفريق على ما استقبلنا به من روح عالية تليق بهذه التظاهرة. يتحدث كثيرون عن علاقة الأدب، وأعتقد أنها ذات عراقة طويلة وراسخة، وقد تكون أقدم العلاقات التي نعرفها بين الإبل هي بالشعر العربي، ولألف عام تقريبا قبل الإسلام وحتى السنوات التي بعد ظهور الإسلام كان الإبل يحتل موقعا كبيرا جدا، حتى لا تكاد تبدأ قصيدة في الشعر العربي إلا ومقدمتها عن الإبل ووصف الإبل، مما يدل على العلاقة المتجذرة بين الإبل لدى الإنسان العربي في تاريخه وفي حياته وفي مجتمعه، ومقومات سوسيولوجية عالية جدا تربط هذا الحيوان بالإنسان بشكل لا فكاك منه في تراثنا العربي. طبعا هيئة الأدب والنشر والترجمة عملت بشكل مستمر من خلال مشاريعها على تحقيق مستهدفات رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية الثقافية، وفي قلب هذه الاستراتيجية وفي قلب رؤية الحفاظ على التراث الوطني والهوية الوطنية، ومن خلال ذلك عملنا على أن يكون هذا الحفاظ هو المرتكز الاستراتيجي الرئيسي للهيئة. الآن نتعاون مع نادي الإبل في واحدة من هذه المشاريع من أجل ترسيخ هويتنا وارتباطها بالإبل عن طريق ما ننشره وما نكتبه وما يكتب، ودعم الأدباء في مختلف الأجناس الأدبية، ودعم حضور الإبل في صناعة النشر بلغات مختلفة، والترجمة أيضا تلعب هذا الدور في إظهار مكانة الإبل في حضارتنا وفي تاريخنا إلى العالم بشكل أجمل. يوجد علاقة تاريخية كبيرة جدا بين الإبل والأدب، ذكرنا أنه ما زال الإبل مكون حقيقي وموجود في الشعر العربي، يبدأ أيضا ظهور الشعر في الأعمال السردية ذات الطابع الصحراوي كعلاقة يعني قوية ومؤثرة في المجتمعات. أيضا لاحظنا أن حضور الإبل حتى في أدب الأطفال مؤخرا كشخصيات كرتونية بارزة، والله نتمنى المزيد من الربح ومزيد من العطاء والبركة لملاك الإبل. أعتقد أنها شيء يدل على أنها صناعة حقيقية ليست مجرد هواية، هناك اقتصاد منظم، هناك يعني مستقبل كبير جدا لها كصناعة قد تكون رادفا مهما لاقتصاد المملكة إن شاء الله في السنوات القادمة. مفاجأة لهذا التقدم الكبير في مهرجان الإبل، هذه الروح الجميلة، السعادة المنتشرة في المكان، الحياة التي دبت في هذه المنطقة بشكل عام من سواء من عشاق الإبل ومربوها، بالإضافة إلى الناس اللي قد يكونون لأول مرة يحظون بهذا يعني الفرصة لمشاهدة النادي والاقتراب من يعني مشاريعه الحالية ومشاريعه المستقبلية. سعيد بوجودي هنا، أهنئ القائمين على المهرجان على رأسهم الشيخ فهد وحتى جميع فريق العمل على هذا الجهد الجميل، ويعني فعلا وضعوا لنا مهرجان يضعنا في منصات عالمية، وأتمنى لهم كل التقدير، وأتمنى أن نساعد ولو بالقليل القليل في نجاح هذا المهرجان الوطني.